السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجعي ونصر حسن علي حلقة عندك دعونا سام ونصر السوم إن شاء الله ما أنتوا حنكال لنا برنامج كقويسكا إن أصحابي إن سنة أكسون هاي إن أقولنا هاي دبات الأولية فرينك أما كرتجا إن مركا أنك على برنامج كان إن وبرنامج مركزته حساس وهبلشدين أما دبات بدن وجيستي إن سنة ده بلا بدق في وين كرتجا أنا مويس فران نيجي ناكل مركي إسبورسنا ويز دغالان اما ديبا تحدو كلا عربي الكويز غران لكن مركز تو حافي على بدو قف ان اي شكد الدجين كران كوبد الدجين كران هاي هذين كوبد الدجين المها دشين اما نولشي امر قهر اكو تشتي اما مستقبل كي احسن زاتين وبربرايا ان غورك وفرحات وان حريص وان لول معان لكن هذه مركز اي ان من لاد هاي قويس اد نقطه حقوفي عن ان لبدو قف ومركز اسبورسدي ان اي لبدو اسكتو قادا اسكتو قادا هذه انا اسكتو قادنن فرينكن وبدن عيا بربركن وبدن عيا نلاشين هاس أيو دعسا مركا أصحابي مركز تو وحقت رستا هدي ما أنت كبه حديد نلاشان نلاشاس نلا مد أي كليسا إن جور كل جوش هي من نوا قوم من نوا كلان مركز تنسي نلاشاس كست أكري تدعى إن لكن مركز تو حمش قست رستا هدي أولاد إله كسي الم إله كسي الم عاجنا وحقت تو جوس برتيد عنك هذا وحقت تينا جوس برتيد ما أنت نينك أجور ستي أبيس وحكاية في عملها نكتة جورستنا هواية تروح كعرفي عملها، لكن هدي أكو فكرتي، يعني هاجا دعتها أنا ده أكو فكرتي سدوم جورستو، يعني سلعكم نور سدوم جورستا دعتها، نلاش السد اسمها، نن هدي أكو فكرية، نكتة أنا ده فرت نكتة قرح بدنو كقدر سنة، كين دفرن أهلي ساعة، نلاش تسمعها، نلاش، إن ده أم قرح يلوش شيء عدو لا أبوت كسي وأولاد ده أنا أولاد هي سن، وملينز الملينز كبيحنا، قاتل كست على. لكن هدي إلهي أولاد كسي حنتي هاي ستان الله ستفرح هاي ستة إن هدو إلهي أولاد كسينا إلهي كمودين إن أولاد كسي أولاد ذي المها مركز توع السويدية عقر المها وحياها أنتو بدن السويدية عنق على شيء هذا الدين تكعد كنا نلاش كعد كنا بربارنتي ساعد كعد كنا هرمركي ساعد كعد كنا وأذا أقول قنن رو مودل أما أذا أقول قنن قفكو بريفير صنها هدي لكن هالكس أفرست عنق جاينا حاجة أوفرية هواي ديس أعاني ثد هكسو جن عنق جاي برادين القوان استحان فلا نعتنا هذه هالكس فرس عنق جاي ذو حاجة تاجن هواي نينك هذا كور عانس عنق جاي بيس كور عانس هكسو جن عنق جس إنه برد تكون عريستو لكن مركي أبي حاجة أوفرية عنق جن أنت فري هواي ذن أنت فرس الله سلوا ذو عن تين هاي لسلا قصلا هاي لسلا فرح هاي مالك الجماعة بنات لسلا هذاي المي فرح هذا يكون الله عنا هاي نالله يكون الله عنا هاي لكن مرك كورب أضوي وقصوا على كفورك وتاجي حبرت إن جكذا يكون جرت ممكن يطلع هذا كفورك يتاجي سو عنا جيني أول حد كجرو تحسن رول معهن المها هذا فرح حد أذا تسكرتو المها هذا مرك عيال كفوع على العيار يعني قصلك كينك وحاول كينك كرتا مرك عنا كورب جوانا لا قصلك كرتا وانا على العيار كرتا وانا المها وقت جرين كرتا حد عن انتهاي المها وقت سي شقاذ وقت سي المها وقت سي المها جينا قران وقرين كرتا المها هم قلش قين كرتا المها مرك قا عدواش على عيارك المها قبلون تل عيارك لكن لو ما دين كل نار البر هذا نار البر نادن نارش أقوم بدن عيالك يقوس كي نارش فرارك عن هواي هذا أبو صهرت هواي هذا لو ما درن إني أراس أم حفلة أم إني صوب عريس وقت جاء أراس كأم حفلة أجل ناس وحكى عرفي عن هنا المها يجلس هنا المها على عيارك هنا قبلها نارش هوسط أوي ديس ويلش هذا إني صاحب لمن قرتي عنا جاء مركو لحيت من سنة جار صاحب لمن قرتي لكن عنق مركو سوء أقل يستو سدح سنة جار أفر سنة وجار وإن عنق صحيح مركز أكل بالعب كرتان فرسيد كان لشع من مستقبل كقرح ابنه وعلى بدو قوس إسفاهسة لكن هدو نكدو هانا أمير ناكتنا إيدا أنا أمير لابدين أمير أسوتي لكن ده حدو حكا بحاي وإلمهين أنا محامي سنة هديال كيني مركو هران نمبرونيهين هدو رارك وديسيني هديال كينو إديسينيهين مركا إن هدي لكن بوق قول ماذا دب قول ماذا أو ناكتي كبر صاحب تنايا ninkii isku soo gelin ay ku soo dhaahdo ninkana ina adeerkiisa ama qaraabadiisa ama saaxiibkiisa uu ku soo dhawreeyo naaga saxan loo mun falay wala cabiisada ninkaas birmeel kuma geeyna naagtaasna naaga soo sheekeynaa birmeel ma geeyna labada aan isku reen waa idinkii ninka alma isku dhalay idinka isguursaday wax isku keen geeramaan ilaahayna calaf isku keen dar ina sadaqatiin isku faraxsanaatiin horumar gaartiin ilmihiina mustaqbalkooda aan ka sii tashitaan ayaa idin fiican laakiin markii aad isku buuqdaan isku problem gareysaan oo maanta for example laba qof oo qabiil isku soo tagaysa ama yaraa isku soo tagaan ninkii inaad wax ka dhaxay ma la waxa ka dhaxay waa nolosha idinkaas doorteen
هنا اشكو فرح سنتين دكا عدو جينا اتوسسين معاك لكن مركا انك اكل جسنتي هنا لا يا وحارك يا سابور جيد الدكتور شرف له بنام بحوالنا اروس اسنا كلا حوالينا هبلاي ما عرفتي نينك ويكي صلاة دكتا نينك كبعا ايكا تنبسا هلو ولا وحكستو برت ادا ونابو تنبينا دكا ساسكو لها ايغا نرشو ايكا دعايا نينك انا هدي ناتي سووسو اديغا وبع والحال نينك ناغمي محناغا هووسو اديغا ايا marka badana bulshadeena waxa uu badan tahay dadka isku diro dadka horumarka aan la jecleen dadka dadka aan mustaqbalka fiican la jecleen marka aad dadka aan wanaag la jeceshahay adina ilaahay wanaag ayuu kula jeclaanay halkaas ayaa caafimaadkaagu u yahay inta hadaa ka nadiifsan tahay horumaraa gaaray caafimaadkaagu waa tamam dhaqaatiir uma baahnin laakiin marka inta ka jiran tahay oo aadna horumar la rabin dadkaaga ehelkaaga saaxiib ama qof saaxiibka qoyskiisa qof badan aad la rabin adina berit inta ku dambeeya meela ku dambeynaysa marka bari weyna tida xaaladan inta laga soo gaaro leen markaagii oo dhibaatooyin dulmi iyo mustaqbal iyo dadka nolosha dadka guryahooda kasoo burburisay marka hadii dadka ay kala tagaan oo dhib badan dhexdooda ka dhaco cunugii ay oqdada gelayso cunuga ninka haduu si kasta biil ilmihiisa u siiyo uu ka dhex maqan yahay cunugii ha ka sugan wanaag iyo farxad laakiin marka cunugii aad dhex joogtid wan bini ahaysatid cunugii farxad ayuu ku noolaanayaa naagtana sidoo kale naagaha qaar waxay ku dhahayaan nin kale hadaa guursado maxaa iga jawaaya waxba kaama jawaaya laakiin ciil adaa u dhimanaya maanta dhan waliba ku jiraysa ilmahaaga maxaa haysto waxaa kala ilaalinaysaa ninka ku qabay ilmahaaga waxaa kala ilaalinaysaa cunugaaga sidee oqdada uga saari kartaa soo cunugii kale adhasho wuxuu ku leeyahay hooyada ilmaha naga jeceshahay markasta waxaa ku fiican inaad nolosha ku bilaawato aad ku yarsatid mararka qaar way dhacdaa qadar ilaahay uu keenaa oo waa la kala tagaa laakiin markasta haddii la kala taga xataa isku day cunugaaga aabihiis haduu xun yahay xataa uu jaadkii sigaarka cuna uu naaji aabaha aabu fiican waa leh ku barbaari wanaag cunugaaga hadaa ku dhahda wuxuu ku dhalaa olora garaawistuu ahaay qurmu ahaay cunugaas beri wanaag iyo saxan ha ka sugan abaaya ninkan haddii uu naagta uu ku dhaho hooyada a wareegto ahede farac soomaali xadaa farac bu faraciisu dhalaa haddaa dhahda cunugaas wanaagka tashan sano ilaa cunugii adaa isku dira markasto dadka way kala tagaan haddii la kala tagay xataa wanaag iyo farxadha lagu kala tago oo ilmaha uqdad iyo calool xumiya lagu soo kulanin gabaraa waxaa arkaysaa wanaagsan maasha allah ah oo ama qofka la soo korsada waxaa leeyahay hooyadeeda isla wareegto hooyadeeda saas bulshadeena saas way ka dhisan tahay nimankana sidoo kale halays ilaaliyo afkan maanta aku cunuga sidiis markuu yaryahay hadal xun markaa dhahda weligiis may loogaa qalbiga weligiis kama saaraa qofka laakiin markuu weynaada wax kasta daalaa iskii looga laakiin maa markay yaryarihiin wanaagga lagu barbaariyo laakiin waxaa mar kasta fiican labada qof ee isguursaday in haddii isdagaalan hataa isxaliyaan cunugaagiio meeshaa ciyaaraa bilon aragtid ha ugu sabartid cunugaa qof kale hadaa ogeysid sida aabihiis ugu sabraa looguma sabraa ninkan haduu ilmihiisan akale ogeeyay sida hooyada ugu sabrayso uma sabrayso marka ha laysku sabro sabran jamiilan insha allah labada qof markay isku sabartan ilaahay ayaa naxariis siinaayo marka asxaabe hadalka masii badbadinaayo nolosha sideedan ila sheegay waa wlaada wlaadaada farxad hadaa tusisid ayagana farxaday ku noolaanay aadna farxada ku noolaanay marka macaanka lagu sheegayana waa guriga farxadiisa haddii guriga farxad ay ka jirto ninka shaqa haduu aado farxadu ku noolaanaa naagtana markay soo kacdo farxad ay qabto qurux shani kareem xataa umbaana qofkaas laakiin qofka guriga buuq markuu ka haysto maanta walwal uu ka haysto faca umay kaanaysid horumar ma gaaraysid problem oo qodadii calool xanuuna ku jiraysaa marka guryaha nolol macaan ha lagu dhisto guri kastana waxaa fiican inuu farxad lagu wada noolaado marka insha allah subscribe garee like saar share garee wixii aana hadda aa sheegnay haddii qalad yihiinna waa noo sheegi kartaa haddii sax yihiinna waa noo sheegi kartaa laakiin bulshadeena dhibaatada ugu birdan oo furinka inoo keena waxaa maanta heerka aan taagannahay bulshadeena waxaa waaye furinka aadka ugu batay hadal xun markaa dhahda weligiis may loogaa qalbiga weligiis kama saaraa qofka laakiin markuu weynaada wax kasta daal aada iskii looga laakiin maa markay yaryarihiin wanaagga lagu barbaariyo laakiin waxaa mar kasta fiican labada qof ee isguursaday in haddii isdagaalan hataa isxaliyaan cunugaagiio meeshaa ciyaaraa bilon aragtid ha ugu sabartid la cunugaaga qof kale hadaa ogeysid sida aabihiis ugu sabraa looguma sabraa ninkan haduu ilmihiisan akale ogeeyay sida hooyada ugu sabrayso uma sabrayso marka ha laysku sabro sabran jamiilan insha allah labada qof markay isku sabartan ilaahay ayaa naxariis siinaayo marka asxaabe hadalka masii badbadinaayo nolosha sideedan ila sheegay waa wlaada wlaadaada farxad hadaa tusisid ayagana farxaday ku noolaanay aadna farxada ku noolaanay marka macaanka lagu sheegayana waa guriga farxadiisa haddii guriga farxad ay ka jirto ninka shaqa haduu aado farxadu ku noolaanaa naagtana markay soo kacdo farxad ay qabto qurux
شأن كريم حتى أم بعنا قف كاس لكن قف كجرو بوق مكو كهيس ما أنت ول ول وكهيس فع أمي كانيس فرمر مجاريس بروبلم أو قطدي على الحنة كجرسة مرك كريها نلول معانها لو دستو يعني جوري كستان وحافي عنه فرحة لو هذا نقول عليه مرك إن شاء الله يعني هل كان نقدر أول نسوي نسرسهم إن شاء الله سبسكرايب كري لايك سار شير كري وحي أنا هذا عشقني هدي قال دي هنا ونوشي كرتا دي صحي هنا ونوشي كرتا لكن بلشيد إنه دبات هو بردن وفرينك إنه كي وحوا ما أنت هيرك أتاجنا بلشيد إنه حوا فرينك أد هو بته مرك إن شاء الله خير يعرف ماذا إنك جت جاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.